أضرب أمثلة توضح المقصود. يعني بعض الآباء مثلا قد يتعب في تربية ابنه ويقدم له أشياء كثيرة جدا في سبيل إصلاحه واستقامته وما إلى ذلك، ثم يفاجأ بعد أن يكبر الابن أن يكون سيئا في تعامله مثلا مع والده أو عاقا أو غير ذلك. فإذا كان قدم ما قدم الوالد لابنه لشيء يرجوه عند الله سبحانه وتعالى ويطمع فيه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، فهذا ما ضاع له شيء، وموعوده مدخر وثوابه يلقاه عاجلا أو آجل. لكن إن كان يعمل فقط لشيء يرجوه من ابنه، كم ستكون صدمته؟ نعم، كم ستكون صدمته عندما يكون بذل وبذل وبذل ثم يفاجأ بإساءة الابن. ولهذا الإخلاص من فوائده أنه خلق مريح للإنسان، مريح جدا للإنسان في كل المواقف. المخلص لا ينزعج مثل غيره، لأنه أصلا الناس أجناس ومعادن وأصناف، وبعضهم تحسن إليه وهو يحفر لك، وبعضهم تحسن إليه وهو يفكر كيف يجازيك بأعلى مما قدمت له، فهم يتفاوتون. فإذا كان يقدم لهم ويعمل لأجلهم هذا يتعب. فالإخلاص خلق مريح للمخلص، لأنه يقدم أشياء كثيرة ولا يرجو من هؤلاء الذين يقدم لهم أي شيء، وإنما يرجو ما عند الله. فإذا فوجئ يوما ممن أحسن إليهم لا ينزعج، لأنه أصلا لا يرجو منه شيئا ولم يقدم له أصلا، وإنما قدم ما قدم لله ويبتغي عند الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.